بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا جماعة عندنا راديو قطع باور، قطع كهربا زي ما انتم شايفين كده، الكهربا واصلة لكن الراديو مش شغال. هنحاول نصلحه مع بعض بأسهل طريقة عشان اي حد يصلح الراديو بتاعه في بيته بأبسط الحلول وبأبسط الطرق وبأقل تكلفة. هنشيل الكهربا، هنفك الراديو، هو مربوط بأربع مسامير. طبعا الراديو ده من الرداب الصيني. في الأول أرجو من الناس لأول مرة تشوف القناة تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة هنفك فكنا المسامير زي ما حضرتكم شايفين كده، هنفك هذه المسامير، أربع مسامير. طبعا لما يكون أي جهاز قطع كهربا أول حاجة هنبص عليها دايرة الباور. طبعا الراديو شغال بترانس 3 فولت. هتقول لي انت عرفت ازاي ان 3 فولت؟ هقول لك انك لو انت عاوز تعرف الترانس شغال بكام فولت هتبص على مكان الحجرة، لو هما 2 هيبقوا 3، لو هما 3 حجرة هيبقوا 4.5، لان كل حجر 1.5 فولت. بتضرب 1.5 فولت في عدد الحجرة الموجودة عندك. هتبص كده بالنظر على الترانس، هنفكه عشان برضو نبص عليه. طبعا انا بتكلم او بحاول اصلح بابسط عدة اللي هو بالمفك كده بس زي ما انتم شايفين، عشان لو حد عاوز يصلحه في البيت تبقى الطريقة سهلة وبسيطة بالنسبة له. هنفك الترانس كده زي ما حضراتكم شايفين، ترانس شويه اهوت في سواد، فبالتالي كده انا محتاج ترانس بس. هتجيب ترانس 3 فولت 2 خارج، هتجيب ترانس 3 فولت 2 خارج. لو ملقتش 3 فولت ممكن تجيب 4.5 فولت، اشتغل برضو 4.5 مفيش مشكلة. افرض انا ملقتش في اسوأ الظروف ملقتش الخارج لاتنين طرف، او لقيته الخارج 3 طرف زي كده، ادي طرف وادي ارضي وادي طرف. افرض انا لقيته زي كده الخارج 3 طرف وده 3 فولت بس و2 خارج. طبعا الـ 3 فولت من 4.5 مش فرق كبير هيشتغل، بس الفرق عندي 3 طرف و2 طرف. هنحاول نشغلهم ونجيب كل اللي تحتاجه، 2 سيليكون 2 امبير زي دول كده، زي ده كده 2 بس. وهتجيب مكثف 2225 فولت. اول حاجة هنجيب السيليكونين، طبعا السيليكون بيكون فيه خروج وفي دخول. هنجيب اللي عليه علامة بيضاء ده واللي عليه علامة بيضاء ده ونلفهم على بعض. هنلفهم على بعض كده وهنجيب اي سلك بس يستحسن يكون لونه احمر، عشان ده هيكون الكهرباء او الموجب. وهلفه على السيليكونين بعد ما وصلتهم ببعض، وهنجيب المكثف. طبعا المكثف زي ما قلنا في جميع الفيديوهات اللي قبل كده، في
في سالب اللي هو العلامة البيضاء دي الرجل السالب ورجل الموجب التانية. هنجيب اللي احنا لحمناه ده ونلحمه في الرجل الموجب زي ما حضرتكم شايفين كده. عندي ده الرجل هيكون الموجب. هجيب الطرفين اللي لون بعض في خارج الترانس والحمهم في دخول اتنين سيليكون اللي احنا ايه جمعناهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده. هيفضل عندي الطرف الارضي. الارضي هجيب سلك اي لون تاني غير الاحمر علشان يكون عشان اعرف افرق ما بين الارضي وما بين الكهرباء او ما بين السالب وما بين الموجب. هجيب السلك ده والفه مع السلك الارضي اللي خارج من الترانس. هلفهم على بعض كده وهلحمهم في السالب بتاع المكثف. طبعا انت لو لقيت ترانس اتنين طرف مش هتحتاج تعمل ده كله زي ما حضراتكم شايفين كده. ده الاصفر هيكون الارضي والاحمر اللي هو طالع من الموحدات او السيليكونات مع رجل المكثف الموجب. هجيب الراديو وهعري مكان الفيشة وهجيب الداخل بتاع الترانس واوصله في مكان الفيشة وهلف عليها شريط لحام. دلوقتي فاضل حاجة واحدة بس اللي هي توصيل الارضي والكهرباء او السالب والموجب وهنشيل مكان الترانس القديم سلك الترانس القديم نشيلهم. اول حاجة عاوزين نوصل الارضي او السالب وهتوصله في نفس المكان اللي واصل فيه السلك الاسود اللي جاي من الحجرة او اي ارضي في البرد. طبعا السلك الزائد هتوصله فين؟ هتلاقي عندك بريدج كده اربع رجول واحد مكتوب عليه زائد والتاني مكتوب عليه ناقص معرفش ظاهر ولا لا. هنا كده هتلاقي واحد مكتوب عليه زائد وواحد مكتوب عليه ناقص. نقرب شوية. واحد مكتوب عليه زائد وواحد مكتوب عليه ناقص. هتوصل الزائد على الزائد هنا كده. طبعا الزائد هنا ماشي مع الرجل مع الخط ده هنوصله هنا كده زي ما انتم شايفين. نجرب دلوقتي نقول بسم الله. هنجيب فيشة الكهرباء ونوصل نحط المفتاح او نشغل المفتاح من جوه هنا كده زي ما حضراتكم شايفين كده او سامعين. فاذا بكفش ابيض اكرم. اتمنى من الناس تكون استفادت من الفيديو واتمنى من الناس انها تشجعني وتعمل مشاركة للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.